تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن القناة. النهاردة الحلقة التانية في تعلم أساسيات الكمبيوتر للمبتدئين من الصفر، الحلقة التانية. طبعا هنتعلم في الحلقة التانية دي حاجات جديدة، حاجات كويسة جدا. طبعا زي ما قلنا قبل كده الكلام ده للمبتدئين، ويلا بينا نتابع الحلقة. أول حاجة، يعني ايه نظام التشغيل؟ نظام التشغيل اللي هو operating system، نظام التشغيل اللي هو operating system اللي هو قدامنا ده دلوقتي، اللي هو الماي كمبيوتر، النيتورك، الكنترول بانل، افيرا، الحاجات اللي هي موجودة قدامنا، التطبيقات او البرامج المثبتة قدامنا والالعاب، ده اسمه نظام تشغيل اللي هو الويندوز. نظام التشغيل اللي هو الويندوز اللي عليه كل حاجه وهو اساس الكمبيوتر. طبعا ده نظام التشغيل اللي هو ويندوز 7، وده بيبقى كده بعد ما بتثبت النسخه بتظهر بالشكل ده زي ما قلنا البرامج وكل حاجه. وطبعا نظام التشغيل او الويندوز ده مهم جدا جدا جدا، يعني الشاشة والكيبورد والماوس اللي قدامنا والكيسة وكل الجماد اللي قدامنا ده كله ملوش اي لازمة من غير نظام التشغيل. نظام التشغيل هو المسؤول عن كل حاجة، هو اللي بيدي امر انك تفتح ماي كمبيوتر، هو المسؤول عن اي حاجة وعن كل حاجة بتعملها. يعني دول كده ملهمش اي لازمة من غير نظام التشغيل. نيجي للحاجة اللي بعد كده وهي سطح المكتب او الديسكتوب. يعني ايه سطح المكتب او الديسكتوب؟ يعني ايه سطح المكتب اللي هو قدامنا ده؟ طبعا سطح المكتب اللي هو قدامنا ده اللي هو الاول ما تفتح النسخه، طبعا دي اسمها سطح المكتب اللي هو الكمبيوتر وماي كمبيوتر والحاجات والبرامج اللي انت مثبتها دي، اسمها الواجهه دي اسمها سطح المكتب. نيجي للحاجه اللي بعد كده، يعني ايه ريستارت، ويعني ايه شات داون، ويعني ايه تيرن اوف. يعني ايه شت داون او تيرن اوف، ويعني ايه ريستارت؟ ريستارت طبعا اللي هي دي، يعني شت داون دي اللي هي بتقفل الكمبيوتر خالص، لما تكون خلاص عايز تقفل الكمبيوتر وخلصت شغلك وكل حاجه وعايز تقفل الكمبيوتر بتروح دايس شت داون. بعد كده لو انت عايز مثلا تراستر الكمبيوتر، تفتح تقفل الكمبيوتر وتفتحه تاني، هتروح دايس على السهم ده وتقول ريستارت. ريستارت ده اللي هو يعمل اعاده تشغيل للجهاز للكمبيوتر. طبعا سليب اللي هو مثلا لو انت عامل شغل او عامل حاجه على الكمبيوتر وعايز تقفلها من غير ما تفصل اي حاجه بتروح دايس سليب، تيجي تفتحه بعد كده تدوس على الماوس او على الكيبورد هيفتح معاك على طول. نخش على اللي بعد كده، يعني ايه دبل كليك؟ ناس كتير بتسال يعني ايه دبل كليك. دبل كليك لو انت مثلا عايز تخش على ايقونه او ملف معين بتروح دايس عليه 2 دبل كليك، دبل كليك ورا بعض، تدوس مرتين ورا بعض، دي اسمها دبل كليك زي ما احنا شايفين الماوس قدامنا 2 في، يعني دبل كليك. نروح للحاجة اللي بعد كده، يعني ايه هارد ديسك؟ هارد ديسك طبعا احنا خدناه في الحلقة الاولى وقلنا معناه ايه. الهارد ديسك، الهارد ديسك ده هو قلنا عبارة عن القرص الصلب اللي هو داخل الكيسة، قرص الصلب اللي هو داخل الكيس ده بيتم حفظ عليه كل حاجة على الجهاز، من برامج، افلام، مسلسلات، اي حاجة شغل او اي حاجة انت عايز تحفظها او عايز تثبتها بتبقى على الهارد ديسك. الهارد ديسك ده هو مسؤول عن التخزين، زي بالظبط الميموري في الموبايل، لما بتبقى عايز تخزن حاجة او تسيف حاجة بتحطها على كارت ميموري وتشيله وعادي، وتيجي تحطه تاني في اي موبايل جديد بيشتغل معاك. نفس الكلام في الهارد ديسك، الهارد ديسك ده قلنا حاجة داخل الكيسة. وطبعا دي حلقتنا النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفك ان شاء الله في الحلقة الثالثة وفي فيديو جديد.